إذن مشاهدي اليوم هو بداية التحدي الأول للمشاركات في مهمة الإبداع أروع عباية. تقدم كل مشاركة تصميمها، وعلى هذا الأساس راح يتم اختيار الثلاث الأضعف من المصممات. طبعا هذا الشيء راح يتم من قبل لجنة التحكيم الموجودين معنا، الحمد لله ما راح نشارك في هذه الجريمة لا أنا ولا خالد. راح يتم التصويت من قبلكم مشاهدينا لصالح واحدة فقط. طبعا اللجنة راح ترتكب هذه الجريمة الجميلة هي مؤلفة من مصممة العبايات أمل مراد، صباح الخير، وايضا رئيسة تحرير مجله حراير استاذه ميرفت الغانم، صباح الخير، وضيفه المسابقه اللي اعطتهم التحدي الاسبوع اللي فات مصممه الازياء سمية السويدي. راح نبدا مع اول متسابقه. عروبة حمد من العراق، وعملت تصميمي مثل ما طلبت مدام سميه انه يكون فيكتوريان ستايل، فما حاولت اني اغير بايمج العبايه كونها تمثل الحشمه، فعملت تاتش بس من الدانتيل والكريستال والجيبير اللي كان يستخدم ذاك العهد. عروبة حاولت تقدم فكرة جديدة ان قطعتين على بعض، ان شاء الله نشوف ضيفتنا اول شيء هل يوافق المناسبة اللي هي راح تلبسها، هل يعني هاي القطعة تمثلها. بس عروبة كانت طالبة مجتهدة كويس وكانت تحاول يعني مثل ما تقولين حريصة على وجودها في المعمل وحريصة على شغلها، وكانت تتعلم أشياء كثيرة تعلمتها في هالفترة. حلو، ما يبون يورطونا سمية، بس احنا بنمشي لأستاذة ميرفت بعدين نجيش لأن انت آخر شيء. الله يعينك. أنا بعتقد أنه التصميم بيحمل فكرة كثير مميزة، مخيل الدمج، مخيل طبعا الأسود والذهبي، وممكن يكون مثالي للمناسبة إن شاء الله رايحتها سمية، وبعتقد في جرأة حلوة، حبيتها جرأة حلوة. والله صراحة هي مشت على الكونسبت اللي أنا عطيتها إياه في الحلقة اللي طافت، يعني قلت لها أبا فيكتوري، بعد حتى قلت إن القصة وايد مهمة، فمشت على الموضوع ما شاء الله عليها. اسمي بنان ريالات من الأردن، وأنا طبعا حاولت في تصميمي إني أستوحي الألوان من لوحات الأستاذة سمية. نفس الشيء بنقول لبنا، بعد كانت يعني هارد وركر في المصنع، بس بعدها ما طلعت كثير من يعني الكلاسيك كات للعباية. بوافقك الرأي، بعتقد أنه كمان فترة يمكن أسبوع لتنفيذ العباية مرحلة، أو إذا بدك وقت قياسي بالنسبة للمتباريات، عم يعملوا جهد، ولكن يمكن مش كل العبايات عم بيحصلوا على نفس النجاح. والله أنا رأيي بصراحة العباية عبارة عن ثلاث ولا أربع أفكار في وحدة، فلو كانت كل وحدة على الصوب كانت بتكون وايد أحلى. مرحبا، أنا سماح علي من فلسطين. تصميم اليوم حاولت أجمع فيه عدة أشياء، أول شيء اللي هو الانسبايرد لضيفتنا مدام سمية، هي متأثرة بالفكتوري، فحاولت أضيف بعض اللمسات اللي هي لمسة الدانتيل مع الكريستال. ثاني شيء هي فنانة تشكيلية، حاولت أخلي عبايتي عبارة عن لوحة تشكيلية بحيث أنك لو طلعت على أي مكان ما يتشابه مع المكان الثاني. بالنسبة لعباية سماحكي، العباية حلوة وفيها يعني فيها شغل، بس العباية كانت نفذت من قبل، وأنا كنت أتمنى من التحدي أن أنا أقدم شيء جديد ما يعني ما قدمته. نفذتها قبل المسابقة. هي بنفسها نعم، فأنا كنت أفضل أنها كانت تكون عباية كونسبت كامل جديد. مرة جديدة وافق أمل على فكرة العباية، كتير كتير مميزة، خصوصا أنها بتحمل فكرة الفستان الطويل والعباية بنفس الوقت، هذا الشيء طبعا شيء بيطبق الموضة نفسها، ولكن المشكلة الوحيدة فعليا أنه تم تنفيذ العباية من قبل، وهذا يمكن ما بيعطي فرصة. سمية، أنا رأيي صراحة العباية وايد حلوة، بس كذوقيا مثل ما أنا قلت قبل في الحلقة اللي طافت أن ما أحب أن يكون في وايد شغل. يسعد لي صباحكم، أماني صباحك. العوام من السعودية، حبيت أجمع في عبايتي أركز على حاجتين، أولاً أن المعرض اللي بتقدمه الأستاذة سمية معرضها، فلازم يكون شيء هي تطلع فيه مميز غير عن كل الحضور اللي بيكون موجود. ثانياً الستايل اللي هي في بالها اللي هي تحبها، حاولت أركز على الستايل يكون فيكتوري شوي، بسيط في نفس الوقت فخم يعني. أمالي فقط باستخدام الأورغانزا السوداء والتبطين اللي حطته بالذهبي، بس كنت حابة أنها تقدم كقصة السلوت للقصة، أنه يكون شيء مبتكر أكثر بالضبط، ويمكن هو شوي يكون بعيد عن الانسبريشن، بس التوفيق في اختيار القطعتين مع بعض كان توليفة. نعم، بشوف لمسة سعودية بالتصميم، لأنه فعليا اختيارها للقماش وللتصميم نفسه تصميم بسيط، ولكن اختيار القماش اختيار كثير موفق، بس كنت بحب اشوف لمسه فعلا سعوديه، وخونا المتبرعه السعوديه الوحيده بالمسابقه.
سرحانة سمية. سرحانة بالعباية صراحة. لسه قاعد تدرس العباية وتشوف. خبرينا عن رأيك. وصراحة العباية روعة يعني وايد تجذب الانتباه، يعني تخيل لو ألبسها وأطلع فيها كل حد بيسألني، فأنا I support يعني الصراحة وايد عايبتني. سويت العباية الإيحاء كان من الفيكتوريان ستايل، استخدمت هني الإيحاء كان من الكورسي وسويت بهالطريقة، واستخدمت الألوان من لوحات سمية السويدي، دمجت اللون الأخضر مع الذهبي ومع الفضي. موزه ما شاء الله عليها، شغلها جدا متميز وقادره تستوحي من الليتست ترندز العالميه الفكره اللي تناسب العبايه وانها تدخلها فيها، وحتى من ناحيه الالوان، الالوان يعني استخدمت الليتست الوان الترندز. بعتقد العبايه جمعت بين الفكره الثيم اللي احنا عم نبني على اساسه بين احدث اتجاهات الموضه، مش بس على صعيد العبايه ولكن ايضا على الكاتور اللي عم يصير بالعالم. العبايه مميزه جدا، يعطيك العافيه موزه. أنا صراحة يعني منبهرة بالعباية، يعني ما شاء الله ما شاء الله الشغل وايد جميل، والألوان روعة هادية كلاسيك بالضبط ذا وي اي لايك، وفيها التاتش الفنتج اللي أنا كنت طالبت منه. هدى من المغرب. اليوم بقدم عباية على أساس أنه مطالبين بالفيكتوريان ستايل، فخليتها باللون الأسود ودخلت عليها الدانتيل تحت مع المخمل في الرقبة، والشيء اللي عملته بطريقه مختلفه اللي هي تقريبا مثل الهات على الدانتيل. هدى عبايتها ركزت فيها على التفاصيل، حلو انها ركزت في التفاصيل في قطعه سوداء، فكل التفاصيل اللي كانت موجوده مره ثانيه ترجع باللون الاسود، فاعتقد انها وفقت في عبايتها. برأيي جمعت العبايه بين القفطان المغربي طبعا المتباري وحده من انها تقدر تعكسه صح، وبين الليس كثير فكرته كثير مميزه ورائعه. حبيت انا صراحه عجبتني القصه وايد ما شاء الله، يعني ابدعتي فيها، الاكمام، الحزام اللي على الخصر بعد يجنن، بس لو لان حطيتي المخمل، لو خليتي المخمل بدل الدانتي. مرحبا علا معكم. التصميم كان مثل ما هو كان مطلوب منا، انسبايرد من الفيكتوريان ستايل. هلا انا اكثر شيء اعتمدت بالقصه، طريقه التطريز عملت بيرل بين تو كولرز، الجراي والبلاك، ونفس الشيء على الكريستال شوارفسكي. التصميم وفق انه اعتقد انه يوصل الفكره اللي طلبتها سميه من ناحيه انه في الفيكتوريان لوك من ناحيه السلوت، وحتى وفقت اعتقد في استخدام اللون الجراي كتبطين للدانتيل. بصراحه حبيت القماش، حبيت الدانتيل، وهو طبعا انا برايي هذا من افضل الاقمشه اللي بتخص العبايه لسهوله حركته لانسيابيته خلف المراه. تصميم رائع، فكره جديده صراحه، وايد وايد عايبتني، بس لو بدون الذيل اللي ورا على طول البسها في المعرض. ساره الرفاعي. اليوم اعتمدت اكثر على الفينتج ستايل، استخدمت الدانتيل واللولو والمخمل، والبيس كان من الكريب مثل ما انك شايفه هون شيفون. ساره قدرت توصل فكره الفينتج يمكن بالليس اللي استخدمته، توزيعها لللولو كان بطريقه حلوه. هي حاولت تطلع من الكلاسيك لوك للسلوت العبايه، بس شوي يمكن في اشياء بعدها خلتها شوي يعني كلاسيك. استاذ مير، المميز استعمال اللولو بالعبايه، بعتقد هيدي يمكن العبايه الوحيده اللي مستخدمين فيها لولو الصبايا. حبيت الليس لانه انسيابيته كمان رائعه خلف المراه، والقصه حلوه، والمخمل مميز. انا من اللي وايد يحبون المخمل صراحه، احسه وايد كلاس. شغل اللولو عليه روعه، بس لو بدون الجهه هاي اللي حاطت انها قدام، وبدون الكشكش الوايد اللي على الشيله، لانه متضاربين الحين داخلين في بعض فشويه، بس الباقي طبعا كقصه بعد وايد حلوه. الاعلان عن النتائج عندك راح يكون الثلاث الاضعاف. انت عليك الدور هالاسبوع. صراحه انا رايحه على اول طياره طالعه الدوحه بعد هربانه قصدك. صحيح. اوكي، معنا كل المشتركات الثمانيه موجودين الان على البلاتفورم. صبايا ثلاثه اللي حيتم وضعهم اذا بدكم بمرحله التصويت للاسبوع القادم هن ساره، بنان، وسمح. إذا بقاء واحدة منهم يعتمد على تصويتكم مشاهدينا. شكرا لجنة التحكيم وشكرا المتسابقات، نتمنى لهم أكيد كل التوفيق إن شاء الله. دخلوا على mbc.net/abaya موجود أسفل الشاشة.